واش الاخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد للطلاق الاسلام في باني. الامور على خير، عرفتي فين؟ فوق الطلاق. مشروع المستقبل. اللي يبغى المستقبل يجي للقصبة. لا عمر هذا ديديكاس الناس ديال القصبة، ضرب ضرب عليهم. ديديكاس كاع الناس ديال القصبة، تحيه لهم. طلاقي كيضحك حتى لودني. وي عرفتي علاش؟ تيبس داخله ما يجي لدين داخله. شوف وديديكاس نزيدها. لا توا نفكر هذا على سي خالد. بغيت نسولك، انا تشرح لي واحد المقوله انا سمعتها البارح في الشهر. قالوها قال لك اودي لقل تعلفوا عام ما يعشيك ليله. انا بغيتك تشرح عليها، حيت انا دابا بغيت نستثمر في هذا القناه اينو كتواتي، وبغيتك تشرح عليها. حيت انت دابا راه مع الفلوس وكتو تبارك الله. هذا الشيء غير الا ما عرفتيش ليه، الا ما عرفتيش تستغلو. الا عرفتي تستغلو تهلا فيه يتهلا فيك. يمكن لك دابا توريني كيفاش وكذا. اييه نوريك كيفاش. المهم الاخوان، الموسم الجاني راه وصل. طلاق هي جديد الثمار ديالو اخيرا. وبطبيعه الحال اخوان، شحال هذه وحنا كنتسناو هذه اللحظه هذه، والحمد لله راه جات. كيف ما قال حسام، اللحظه اللي غادي نجنيو فيها الثمار ديال تقريبا 6 شهور ديال تماره والطاكسيات والعلف وكذا، كل شيء غالي وعلى الاسعار. شوف قال لك الا بغيتي تبيع الدجاج، الا بغيتي تبيعهم السوق تكتبهم بالليل. داكشي اللي غادي نديرو اليوم، دابا غنكتبهم دابا باش غدا في الصباح نتلاقاو في 30 زكا ان شاء الله. اول حاجه غنديروها بسيط الضاله، شنو هي؟ دابا غندخلوا صلب الموضوع. نكتبهم. الله يلا عزيز عليا الضاله، الله يعمرها. وحتى غير الفلوس. هي واش هو الضلا هذا ولا كذبت؟ ربي الا حنيه واش المشيه ديالو بالله. وانا مشيه ديالو حسيت بها بحال تقالت، بحال ولات. عندك المشيه راه كياكل ديك القنه. هو هو عليك. كيفاش دابا انت بلانكا صاحبي مازال كاع ما شديتي الفلوس وتسبعتي؟ واه بزاف هاد الشيء صاحبي. دي باني عطيه شي مقوله، حيت انت عندك مع المقولات وداك الشيء. شوف عرفت لي الدين في النمال جدين، ولكن انا نقول لك غير واحد الحاجه، راه الدنيا دواره فيها غير هاك وراه. دواره بالكبده ولا بالكبده؟ شوف تصنت لي تصنت لي، قال لك الدنيا دواره فيها غير هاك وراه، يا تقدم يا ترجع لي وراه. سلام عليكم. صافي طلع 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 الكرسون، حل 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 هذاك الشيء. حكيت لك من الفن دابا. صافي صافي حنا غادي نمشيو للفن. عطيك الصال طلع. واش ارفاش بان لك؟ بلا ما خليتي واخا الوالد ديالك ولا كاين كلاش واعر. لا صاحبي حنا هو السي تعصب لينا، راه مسي الحاج ضلا. ولكن انت اللي جبتي لي قلتي لي المقوله. صافي ضلا كيطفي عليك. دابا الاخوان ان شاء الله تعالى اول حاجه غادي نديرو هو غنجمعو القنين اللي غادي نبيعو غدا. ياك مسيو دي باني شي فكره باش نجمعو القنين بواحد الطريقه اللي ساهله زعما نديرو اليوم ان بيج 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 بيج. شوف انت هنيت كان غادي المليح ياك المليح تبارك الله اللهم بارك. ولكن هذه لا، هذه لا، حيت هذه قلنا والده والله. واه ياك والده باش كتعرف الذكرى من دو دابا، حيت الذكرى من ها هي صاحبي. لا صاحبي حيت انا كنمس يديا، كنمس عندها هذوك لي ليسان هذوك ديالها ليسان ليسان ياك هي هذيك ليسان. يا صاحبي كان انا هذه فيها شي فيروس واقيلا، ها الفيروس ولا كيدخل لك لهذا الشيء. يا صاحبي ارتجاج الاعصاب الدماغ. المهم الاخوان طبيعة الحال قبل ما نبداو نجمعوا القنينات اللي غادي نبيعوا غدا في السوق ان شاء الله، حسام راه عنده شي اسئله غيقدموا. عندي اسئله خفيفه ظريفه مع البشريط اللي غنصدقوا. ما شدينا والو. ولي الضلال شنو كتعلفهم؟ كنعلفهم كل شيء، كنعطيهم خبز الكرم. لا قنينه شحال تدير ديك القنيه في النار؟ الدرا على حاجه على حاجه. والسيد على حاجه على حاجه. الفحل الفحل اين سلاله بشحال شريتيه؟ باق 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 الفحل شريته انا بجوج المليون. وايلي سلاله سي الضلال سلاله ديال جبتها من تركمانستان؟ لا الغرب. لا لا البروج البروج اي توشعوا اي توشعوا. يلا دابا نبداو نشدوها حسام. دي باني ولا عطينا الخطه نظرا للتجربه ديالو في هذا الدومين. حنا دابا غنجمعوهم في واحد البلاصه باش غدا نجيو نديوهم الشرطه. ديجا راه جمعنا واحد خمسه راه جمعناهم دغيا. هكا كيهتو غادي نجمعهم ليك انت شحال اللي غادي دي؟ قول لي انا دغيا غادي نجمعهم. شوف داكشي على حسب 40 45 حتى 50 حتى اي حتى 50 مزيانه. يعني الاخوان 50 كليون غادي تساتيسفا. يلا الضلا نبداو نجمعوا صاحبي باش غيطيح. يلا شد انت هذا شد هذا راه صغير صاحبي صغير هذا. واش غادي دير؟ مزيان مزيان خليه خليه. زيدو قول لي شحال. واخا يلا شحال تقريبا؟ هذا في واحد كيلو الله روب تقريبا. الا كان الراجل ومرتو غيقدهم هذا. يعني غادي نجيبوه حتى على حسب العائلات اللي عندهم مثلا ثلاثه البنات ثلاثه الدراري ثلاثه البنات. على حسب العائلات. ميكس داك الشيء ميكس. يا حبيبي والله العظيم والله ما شخيت بهم والله. كيبان لي هذا كان واحد الشباب. لا الشباب ديك انت. واش انا بالعاني درت؟ راه ما درتهاش والله ما درتها بالعاني. باش غادي نجيب غادي نتمشى سبيد غير مال انا غادي نمسح. واش انت مريض ولا ما؟ مهزون هنا. يلا
ليه ماغد القنقع الكبير راه عندك هنا هو خرجهم انت دابا دير لهم جي بي اس عيط عليهم عيط عليهم شوف بالربيع جيبوا الربيع غيخرجوا هما راه خمسه راه كاينين موجودين هاكاك اكب هذاك الماء هذاك الماء ديال الطومبك تاع لي المهم الاخوان اول قنيه شديناها هي هذه سيري دعي شفتها الحمر عطلوا عليك صافي صافي الضلع صافي ارتاح دابا نعاود نشدو شكون اللي غيشدو راه شدو ما شدو ما شدو ما نشدو صافي ولا عليك ديباني راه هادشي صغيره ديباني جيب لينا الكبير الشارف بغينا الشارف اصاحبي هذا صغيره صاحبي بشحال تبيع هذا 30 درهم ها هما هما خرجوا هي الليلة مشوار اقسم بالله الاخوان الا اصعب حاجه هي تشد القنين وحق الله الا صعيبه انا سهلت هذه المأمورية ودا هي راه صعيبه صاحبي اش درتي باقي انت يا انا راه شديت ثلاثه اه ما كيف ما كتشوفوا عطيني ربعي راه صاحبي انت كيعرفوك شوف اصاحبي بلاتي بلاتي واش خلصنا غدا نخدموا معاك وي ولا نخرج لكم كاين يلا الله يسخر راه عقلها راه كناكلها صافي راه ندير لك كناكل كاين لا نقول كاين كل شيء شوف انا نقول لها لا نقول راه واكاين لا فارماسي ديباني ديباني جيت هنا جي هنا جي هنا جي هنا هو 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 انا بغيت هذاك الحل ما تشدوش ما تشدش حد علاش الضاله لك خليها علاش هذيك راه والده والده هذيك خليها قاطع عليهم من طلبوط وانت قلت لي 40 درهم لا يمكن نشطو 40 يلا هو غشطو معلق تخي بيان ما عندك قلت لك مني جمع راسك شويه جمع راسك شويه حسب تما شحال انت عندك مع ليكونومي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 هذا راه ما محسوبش هو راه صغير حنا راه بينا نبيعوا حتى الصغير لبنادم اللي باغي يكتبوا هاكاك يلا راه حنا كنشوف ولكن بلاتي راه واحد القنيه تما والده خرجوها قول لي قول لي اش القنيه عبد الرحمن هذوك الجوج شكون فيهم راه والده هذيك مالو يلقى هذه والده شتاء مداوره الاسره للدار كتعقب ربي الله اش كيديروا لي ماما واسمع معاك المهم الاخوان كيف ما كتشوفوا هنا دابا تقريبا كاينه واحد 35 ياك 35 قنيه غدا ان شاء الله غادي نجيو نشارجيوها ان شاء الله في الكوربات باش نمشيو للسوق فالمهم الاخوان كيف ما كتشوفوا دابا راه جمعنا كاع القنينات ديالنا اللي غنبيعوا خدتها شي بالكاميو عاش حتى الصباح بيجو بيجو واش هذا بريد هذا ولا بيجو لا غنجيبوا البوكلان واش هو انت بريد اصاحبي الطوموبيل غادي تخنق راه دبر فينا الفرخ ديال الديناصور راه القنين دابا راه غير كاريستون في السويقه شحال السون ديال الضاله في السويقه 100 درهم المهم الاخوان هادشي اللي عندنا ان شاء الله غادي نتلاقاو غدا في الصباح بكري 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 صافي الخمسه الصباح الدراري نضربكم باش نكونوا هنايا باش نديماريو ان شاء الله صافي يلا حتى غدا ان شاء الله نتلاقاو يلا اللهم يسر الاخوان حتى غدا المهم الاخوان صباح النور عليكم دابا جات الوقيته ديال الشارج غادي نشارجيو ان شاء الله القنينات ديالنا او صاحبي موشي فين هو انا موشي بنادم الا دار الفلوس راه تبدل صاحبي ربي واش خالد اخويا واش هكا داير حتى راه تبدل صاحبي واش نضمري جاب لينا لا فطور لا اش كيقيد باش كاين دابا الاخوان قطعوا هاد الشبكه هادي باش يحطوها فوق الكربات وكل كربه حطوا فيها تقريبا واحد خمسه باش ما يعذبوهمش يلا بالي بيا ايا انا القن والقنا القنا بوحده القن بوحده ميسيو ميسيو طلع دابا واش غادي نجمع الصغار بوحدهم ولا كبار بوحدهم اللي مجوج بوحدهم اللي متلق بوحدهم صافي ها شوف كيما قلتي ديال البارح راه عندهم اصحاب النفقه نتلقى ولا شنو لا 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 اللي مجوج خليه ابار صافي دابا هادو هادوك المهم الساعه ديالك الضله حسب الساعه سير بلاتي اسميت هذاك اسميتو هذا 305 305 720 اي الله 720 ما كاين 16% ما نبيعوش هذاك شوف لي النمرة ديال البوري هذيك 14 لا لا 14 لا 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 وحمنا هذه 2400 هذه والله يهديك هذه اللي جبنا هذيك صاحبي من لاس فيغاس ها هي عاوتاني محبوبة الجماهير 601 شوف النمرة شوف 602 يلا سير شوف لي ومتى النمرة صاحبي النمرة هذه جبل جبل شخصة شخصة دوالي باد واحد الرعيم جبل غير Ah.
514 فين لقيتها؟ فين كاين مكتوبة؟ بديت تشوف 11 بلاتي قيدة صاحبي مازال ما قيد وقيدة صاحبي بلاتي قيد قيدة بلاتي قيدة سربي يا صاحبي سربي راه راه انا ماشي راه الشريف راه تبعني السوق باقي راه خصنا نشري بلاتي صاحبي 11 زيد هاكا 12 13 ايوا والحمار شايف لي على السلعه صاحبي انا ما بقاتش بهاد الخدمه صافي صافي السلام عليكم اخر خطره عطيو حساب الله يعاون عليك علاش ديرهاك شدو كاين سعد السلعه صاحبي كاين سعد السلعه بسم الله اخوان بسم الله على بركه الله دابا عاد وصلنا لسوق الثلاثاء ان شاء الله عاد القضيه عامره يا مسكين المهم صرجو دابا القنينات ديالنا باش نحاولوا نلقاو شي بلاصه عيد بلاصه صعيب نتلاقاو هو تاع حسام صافي هو داك الشريف صافي مشينا البلاصه ديال القنينه الحمايديك ياي صافي الله حمايدي يلا سير اللهم يسر يلا سير الله يسر شوف الله يطلع عليه القنيه فابور صافي هذا دابا قنيه فابور اخوان نتمنى ان شاء الله تكون البلاصه بعدا اليوم طيرش رش واش بيع ياك ما طيرش رش العشيه لا فيل وي ها اللي بغى القن القن السوق عبر ديال بصح وبالك بالك هو القن 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 اخوان انا عامر ديال بصح المهم عاد وصلنا دابا للبلاصه ديال القنين نسولوا في القنين باش نشوفوا السوق شحال داير لا حنا غنمشيو شي ساعه غيجيو عندنا ونديروا الثمن ديالنا يلا كلشي بالقنين القنين القنين يلا سير دور دور مرسى فو مرسى ريا سروات شارع طلع 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 وحسيت بشي حاجة يسكي كتقيت هنا أجي ماشي انت أهلا أعطي هذيك اللي كتبيض دير فاليدي أو حدا تبع دير فاليدي هنا دير فاليدي لا تشد الفلوس لا نعم هذي غير التمام وداري ما داك تيري حتى باك اه ولا عليك اصاحبي راه كنسخنوا ليه عطيه الدندومه عطيه الدندومه 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 واش بغيتي قن ولا قلنا هاد الدندومه ها والله الا واعر بالله واعر يلا هو ولا 120 درهم اش هو 120 حيت صافي الضلا 50 درهم لواحد جمل اش بالكم الدراري الرز جمل خير انا اش خير حتى شي غير هذا انت داش من دوم ولا لا لا 70% عطيها الدندومه عطيها الدندومه اوه راه الدندومه غاليه صاحبي ولا خلونا نفرك ها ولا نفرك عاودي عندك هذا في عينك ولا العادي ما بيعش ما بيعش لا ما بيعش يلا سير يلا الله يهنيك شد اللي بيع وش شد هذي اجي احسن ديرو شي ستور في الانترنت طلع تقل داك الشيء يا تقليد صاحبي الله يهديك شحال باش تدي واحد جوج هنا شحال والحاج شحال باش تدي جوج هنا جوج 80 درهم الواحد يا صافي
اخوان واخيرا سولد اوت كلشي الاخوان تباع ولكن راه الترفيس ولكن كربصني شويه لي باني ولكن حتى انت كرفستي اصاحبي ها هو الضربه انت هذا ها هي هي واحد الضربه هنايا صافي تصافي تصافي بعدا قبل ما نساليو الفيديو غادي نشوفوا الضلا شحال هو البينيفيس ديالو هكاك بسم الله واه كاينين تما الزرقات يا مسكين كاينين تما الزرقات بعدا يلا سير ارسيو الضلا اش كاين اش كان دير ليا سير هو عاد بلاتي شويه صح هربعة ياك خمسة زيد بلاتي 4000 5000 ياك خمسة آلاف ها 6000 بلاتي ها 6000 ها 6000 سير 6000 أبيلي نصاب يلا 6000 ها 6000 6000 6000 6000 ها 10000 ها 10000 ياك ها 14 الله بارك 14 هنا ما درتش شي والو والو كمل كمل حساب كمل حساب وراه تجري لي 10 عاود عاود انا نحسب لك انا راه كنحسب يا شلا والله انا بلاتي بلاتي شحال شحال عند الناس خليك ها 100 درهم لواحد الله يخليك بلاتي 4 8 12 13 زيد 13 13 و 8 شحال 21000 22 ايا ويا هذا خليك خليك من الحساب خليك من الحساب خليك من الحساب 21000 زيد 21 23 23 اي راه فيه فلوس ديالنا صافي 23000 اللي صورتي 1150 درهم يا 1150 درهم الاخوان اللي صور في هذا الشيء هذا راه غادي احنا هما صاحبي غادي احنا هما شوف الخطره الجايه غادي نبيعهم سي غانتي غنيت نجي غنديرهم في السيت صافي صافي الله يرضيك ايوا خلص خلص الدراري اش خلص يلا الدراري الدراري وانتم صاحبي تعدلتوا داك الشيء والله الا العاده تمشي من الواحد 50 درهم لا بلاتي غنخلص عليكم لا 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 شوف شوف انا كرشي انا ما محكمش فيها انت انا اعطينيها فلوسي انت بغيت غير 100 درهم خصك تعطينا 50 درهم بلاتي بلاتي راه 50 درهم الدولار راه 50 درهم الدولار راه شوف 50 درهم يا خو الاجيري 20 درهم اه قبل شوف 20 درهم هي انا ودخلت عليك لا انت ملي كتبيع ب 20 درهم انت 20 درهم وحق ربي الا داكشي اللي باش بعتي عطيه 20 درهم 20 درهم 20 درهم ما بعتش انا ب 20 درهم 20 درهم 20 درهم باش بعتي 20 درهم هاك راه الله يخلف عليك هاي سعيد لك عبد الرحيم 100 درهم 100 درهم انا حاطي لك ليكيز اي 4 كيلو هاك 20 درهم حتى انت عبد الرحيم ربي دابا هادي حتى انت بغيتي ديرها الله يسامح الله يسامح 20 درهم واش جا وعطيها لي راه تشوف راه 20 درهم راه 20 درهم علاش؟ ديال والله هنيك انت راه دابا راه ولدو داصر عليه المهم الاخوان هذا الشيء اللي كاين نتمنى انه يكون عجبكم الفيديو واخا فيه شويه ديال الروينه واللي بغى اللي بغى القن يجي عندي لا سميتو اش هذا؟ هذا الظلم انت مريض ولا اش هذه بغا الثانية؟ انا شوف انا هذيك ديال والله ما نمشي والله راه صبيح اخوان تهلاو